يوم الأحد الماضي في صبية عابرة باجتماع الصلاة، نجتمع كل أحد منصلي، فسألتني سؤال، قال مدام في مجال لاقي طريقة خلي ابني يحب فيها الكتاب المقدس؟ هي البنت عابرة يعني مسلمة وصارت مسيحية. قلت لها شو الطريقة؟ قال كل ما بيحفظ إصحاح بعطيه مصاري، أو كل ما بشوفه عم يقرأ الكتاب المقدس بيعطيه مصاري، هيك بيصير بيقرأ الكتاب أكتر كرمال يأخذ مصاري. قلت لها أوعيك تتبعي هاي الطريقة لسبب، لأنه بيرتبط بس يكبر الطفل، هلأ رح يسايرك ليأخذ المصاري، بس يكبر الطفل رح يحتقر إلهك. ليه؟ لأنه إلهك بفكر الطفل رح يصير إله تاجر شغل عنده تجار، وهو قدر وهو صغير يضحك عليك وعائلهك وياخذ منكم مصاري بدون ما يحب الكتاب بجد. خليه يحب الكتاب وحفزيه، يعني هو بحس الطفل انه انا كل ما بقرا الكتاب بكسب محبه ماما، بتكافئني ماما، تكافئني ماما شيء، وانه يكون في شرط اذا بتقرا بتاخذ مصاري شيء ثاني. قلت له اوعك بحياتك تدمجي بين المصاري وحب ابنك للرب أو للكتاب المقدس، هذا مو عنا، مو بإيماننا ولا بمعتقدنا. وراحت السيرة يوم الأحد مع الصبية، وجه لها تحية، هلأ أكيد عم تشوفني. وتاني يوم طلع المقطع اللي شفتوه كلكم عن رجل مسلم بأحد المخيمات عم يعطي أطفال مصاري، في بنات منقبات بخمار، قال لبنت بدون خمار، قال أنت إليك 1000 لأنه بدون خمار، وهالبنات رح ياخدوا 2000 وبس تحطي خمار بتاخدي 5000. هاي 1000 لك، وهدول لك الوحده 2000، وهي لك 2000، وهي لك 2000، اعطيها 2000. بتعرفي ليش هدول اخذوا 2000 وانت 1000؟ بتعرفي ليش؟ هدول لانه مخمرات، هيك بس تتخمري بتعطيكي 5000. طبعا لما حضرت هذا المشهد، هذا المشهد أثار استياء كتار بالوطن العربي، وأثار إقبال من كتار مسلمين أخذوا أنه أوف يا هيك الطريقة يا بلا، فعلا هيك الإنسان بيحبب الناس بمعتقده. قصة هذا الرجال رجعتني لطفولتي، رح خبركن عن درس تعلمته بطفولتي. ماما والدتي كان في عندها رفيقة مسلمة اسمها مريم. مريم كانت تحبني كتير، كان عمري 5-6 سنين. كانت مريم محبتها فيني مرتبطة بقراءتي للقرآن، فكل ما بدها مريم تعطيني بونبونة، اللي إليك بونبونة إذا بتقري آية من القرآن، إذا بتحفظي آية الكرسي إليك شوكولا، إذا بتحفظي آية كذا إليك تشيبس إلى آخره. وأنا كنت مستمتعة جدا بطفولتي بمريم، لأنه خالته مريم عم بقدر شلحها مصرياتها لما بحفظ كم آية من القرآن بدون ما أفهمون، يعني شو عمري 5-6 سنين، ووصلت لمرحلة حافظة القرآن أكثر من مريم بذاتها. هيك ليوم من الأيام، طبعا أنا القراءة وهالقصص أنا أخدها أنه خالته مريم عم تنشط لي ذاكرتي، عم تجربني قدي بحفظ وبدها مصلحتي، ما أخدت أبدا تبشير أو دعوة لدين، لأنه عمر 5-6 سنين ما بنفهم أساسا أنه في فرق بين الأديان. هيك لمرة التمت الحارة على أخوها لمريم، شلحها حجابها وعم يضربها بالطريق ولم العالم، وفاجاب سكين ليدبحها، ومريم هربانة بالشوارع. شو في مريم التقطت دعارة. هون كان أول صدمة باكلها بحياتي. طبعا زعلت على مريم لأنه عم تنضرب بالطريق، وما كنت بعرف شو يعني دعارة، بس كنت بعرف أنه مريم ما بتسوى، هذا اللي قالوا لي يا أهلي، أنه خالته مريم طلعت ما بتسوى. طبعا الدرس اللي تعلمته من مريم، اول شغله انه مو كل انسان له من اسمه نصيب، لانه احتمال يكون اسمه مريم وما له علاقه بقداسه السيده مريم. هذا اول درس تعلمته من موضوع مريم انا صغيره. ثاني درس تعلمته من مريم انه اله مريم تاجر مشغل عنده تجار، وبيقبل تكون عنده وحده مثل مريم ما بتسوى. فمن هون ابتديت ادمج بمخي انه كل انسان بيحكي بالدين مع مصاري، بالدين مع تجارة، بالدين مع انه يعطيك شيء، بالدين مع انه يبتزك بشيء، هذا اسمه عاهر. ولليوم لاحظوا بالمجتمعات العربية بتلاقي اللي بيوزعوا مصاري كرمال مطلب اعضاء مجلس الشعب. فلهلأ بفكري أنا صورة مريم، كل ما حدا بوزع رز سكر أغراض
بتطلع بمخي بونبونة مريم. الرجال اللي كان بالمخيمات هذا مو بس بنظري، بنظر الطفلة اللي حرم هذا عاهر وإلهه قبلان يكون تجارة، هذا عم بتاجر بإلهه، وما أكثر بالوطن العربي اللي بتاجروا بربهم وبدينهم. بتلاقيهم مع الإعلانات محجبة، لك أنت محجبة طب احترمي قدسية الحجاب، ما بصير تعملي إعلان لعلكة. بتلاقي مع عم تطبخ رز وبصل، صلوا على الحبيب، شو دخل الحبيب بالرز والبصل اللي بين ايديكي؟ ما انا داخله لاحضر طبخه، لانه هن تعودوا كمجتمع يتاجروا بالههم ودينهم، لانه بجيب فيورز. بتلاقي واحد طالع مثلا اللهم صلي على محمد، طيب عن شو بده يحكي؟ هو ديني؟ اذا ديني معلش يصلي على محمد، بيطلع هو جايب لنا موبايل بده يعرفنا عليه، لك يا حبيبي شو خص الموبايل بالحبيب؟ شو دخل هاي بهاي؟ ليه؟ لأنه المشاهد المتلقي أول ما يسمع بيصلوا على الحبيب خلص بدنا ندعمه، هذا مننا وفينا. فهن بدون ما يحسوا المجتمع كله تاجر بدينه وتاجر بربه وتاجر بنبيه، بيستخدموا النبي والدين والله للتجارة. وهذا الزلمة اللي الكل صار ضده وإنه أوه هذا اسمه انتهازي، المجتمع كله انتهازي للأسف، كله انتهازي. ولا مرة وقف واحد بوش حدا من اللي بيعملوا اعلانات ولا برامج ترفيهية ولا غيره وقال له شو خاص صلي على النبي وانت عم تعمل مثلا برنامج مقالب طالعت الزلمة عن دينه؟ ليه دخلت النبي هون؟ ليه دخلت الدين هون؟ بس تعودنا بالمجتمع انه خلاص هن هيك. على فكرة مو كلهم هيك، وفي اسلام ما بيقبلوا بهيك، وفي اسلام بيكرهوا حتى بيحتقروا، بيقلك هذا اسمه استغلاله، هي اسمها انتهازية. فننتبه كتير منيح ونحن عم ندعي العالم لديننا ما نكره الناس بإلهنا. يعني الأطفال شو علمون هذا الزلمة بالمخيم؟ فكرة هذا الزلمة شبيه جدا بقبند عضو مجلس الشعب اللي بزماناتي بهدلته لأنه وقف للعالم عالم عطشاني طالعة من الغوطة حامل قنينة مي وقال له مين الرئيس؟ بقول بالروح بالدم نفديك إلى آخره من الأمور، لأنه لا يعطي قنينة مي للعطشان. هذا نفس الشيء بيشبهه، بس هذا عم يدعي لمحمد، هذاك عم يدعي لرئيس بصريح العبارة. فشو الدرس اللي عطاه هذا، عفوا بالكلمة، ولكن هو هذا عهر ديني. شو الدرس اللي عطاه للبنات؟ البنات اللي منقبات بخمار اتعلموا كتير منيح كيف يضحكوا على العالم من وراء الخمار، كيف انه الخمار اللي حاطته كسبني 2000 ليرة، كيف انه اللي بيدفع لي مصاري انا ببيع مبدئي كرماله. يعني اليوم عمو دفع لي 2000 لحط خمار، بكرة بيجي عمو تاني بيدفع لي 10000 بس بياخدني لمحل تاني كمان بتمشي. ليه؟ لانه الطفل تعلم يبيع المبدأ، تعلم اللي بيدفع لي مصاري انا هذا مبدئي مرتبط بالمصاري. هذا الدرس اللي عطاه هو للأطفال. الطفل اللي زل قدام العالم وقدام الكاميرا اللي عم يصور فيها، اللي عامل حاله تقي وبيعرف الله، هي الطفلة بس تكبر سلفا احتقرت إلهه لهذا الرجل، لأنه هذا الرجل لو بتقلك لو إلهه مزبوط أساسا ما بيكون حق الإله 1000 ليرة لحتى أرضي ولا بشقفة قماشي برضي. فننتبه كتير منيح ونحن عم نحكي عن إلهنا ما نشوه فيه ونحقر منه ونقلل منه وبدون ما نحس على حالنا، بحجة أنه نحن بدنا نكسب السماء مثل مريم كونه خسرت الأرض المعترة. كان الفكرة أنه تكسب فيني السماء، ولكن عطتني درس لكل العمر لحتى أفهم كل حدا بيقلك هذا من فضل ربي ولا آيات قرآنية ولا من أي دين تاني، هدول كلهم تجار دين وكلهم عهرة مثل مريم، ولكن كل مين بشكل وكل مين بستار، وفي منهم بينفضح منهم لا، ولكن تعلمت ما صدق حدا فيهم. تبقوا بخير.